وفي محافظة البيضاء تمكنت وحدات من رجال الأمن واللجان الشعبية في مدينة رداع من تفكيك عبوة ناسفة زرعت بالقرب من مدرسة أطفال. وفي السياق ذات انفجرت عبوة ناسفة اليوم في مدينة معبر في مديرية جهران محافظة ضمار دون إصابات، فيما نجحت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في تفكيك عبوة ناسفة أخرى وضعت أمام منزل أحد المواطنين في المدينة. بفضل الله سبحانه وتعالى قامت الأجهزة الأمنية في منطقة رداع هذا اليوم يوم الجمعة بعد ما قامت الدواعش في هذا المخطط الجبان، وهذا مكرهم وغدرهم من يوم عرفنا أنهم يمكرون ويمكر الله خير الماكرين. ولكن نقول لهم احنا أبناء الجيش واللجان الشعبية سنفشل مخططهم إن شاء الله في كل المدن. وضعوها في مكان أمام مدرسة أطفال، يعني يشتوا يرهبوا الناس ويرهبوا المجتمع، فهذه هي أعمالهم الإجرامية وهذا هو عملهم، لكن لن يخوفنا ولن يرهبنا، ونحن ماضينا في قدمنا، وإن شاء الله سنصفيهم من الوطن.